خلال عام حملت مصر قضايا شعوب القارة الأفريقية وهمومهم وآمالهم، ولم يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي مناسبة أو محفل دولي إلا وشارك فيه لدعم تطلعات القارة الواعدة في التنمية المستدامة. ففي فبراير 2019 شارك الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن ليكون أول رئيس دولة غير أوروبية يلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر منذ تأسيسه عام 1963. وفي إبريل 2019 شارك الرئيس السيسي في قمة الحزام والطريق بالصين، حيث تحدث باسم أفريقيا داعيا إلى مزيد من التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وفي يونيو 2019 طالب الرئيس السيسي خلال حضوره اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان بتعزيز الدعم الدولي لجهود التنمية في أفريقيا. وفي أغسطس 2019 ألقى الرئيس السيسي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا التي استضافتها فرنسا، مؤكدا فيها جسامة التحديات التي تواجه الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية. وفي الشهر نفسه شارك الرئيس السيسي في القمة السابعة لمؤتمر تيكاد في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تمت مناقشة عملية التكامل في أفريقيا والتعاون الاقتصادي مع اليابان. وفي شهر سبتمبر أكد الرئيس السيسي في بيان مصر أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة تعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وفي أكتوبر الماضي ترأس الرئيس السيسي القمة الروسية الأفريقية في مدينة سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تمت مناقشة ملفات الشراكة. في شهر نوفمبر شارك الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا والدول الصناعية الكبرى من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة الواعدة.